السلام عليكم ورحمة الله. بهذه الوثيقة مطلب نيابي إلى وزارة التربية لمنح الدور الثالث للصفوف المنتهية في الوقت الذي نشيد بجهودكم في خدمة العملية التربوية. نود أن نتقدم إلى معاليكم بكتابنا هذا، آملين منكم النظر بعين الرأفة والرعاية للطلبة الأعزاء من الصفوف المنتهية. قد وصلتنا مئات المناشدات من الطلبة وذويهم يطالبون بإتاحة فرصة أخرى لهم من خلال الموافقة على إجراء الدور الثالث للامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية. إن هذا القرار سيكون له الأثر خاصة الأثر الكبير في دعم مسيرة التعليم ومساعدة الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الدورين الأول والثاني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. ونحن على يقين أن معاليكم حريصون دائما على توفير الفرص المتساوية لجميع الطلبة.